يعني أنا بعيداً عن الإطناب في الحديث والإسهاب حول ظروف الاعتقال الإداري وحجم الظلم الممارس على الشعب الفلسطيني بفعل هذه السياسة وما يمثل الأسير أو المعتقل الإداري ماهر الأخرس في هذا الإضراب، نحن بشكل واضح نقول هناك مظلومية كبيرة تقع على الأسرى في سجون الاحتلال بشكل عام والأسرى الإداريين بشكل خاص. وليس فقط هذا الاعتقال الإداري، يعني لا يمثل اعتداء على الأسرى داخل سجون الاحتلال أو على المعتقلين، بل كل الشعب الفلسطيني هو مستهدف بسياسة الاعتقال الإداري. ولذلك احنا اليوم عندما ندافع عن المعتقل ماهر الأخرس، الأسير البطل ماهر الأخرس، فنحن ندافع عن كل أبناء الشعب الفلسطيني. وماهر الأخرس وهو يضرب عن الطعام إنما يعني يشهر سيف الجوع نيابة عن كل الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه السياسة الظالمة. ولذلك أقل الواجب هو أن نقف إلى جانب هذا الأسير حتى يخرج منتصرا في هذه المعركة ويعود إلى أسرته ويعود إلى أطفاله وإلى زوجته وإلى بيته سالما معافى، وألا نسمح للاحتلال بأن يستفرد به. ولذلك هناك ضغط مستمر، هناك ضغط حقيقي، هناك ضغط متواصل إسنادا لهذا الأسير وانتصارا له حتى يخرج إن شاء الله تعالى من هذه المعركة منتصرا لأهله ولأطفاله. ولذلك موقفنا في حركة الجهاد الإسلامي وموقف المقاومة الفلسطينية واضح، إنه لن نترك المعتقل ماهر الأخرس وحده في هذه المواجهة وفي هذه المعركة. طالما إنه هو اتخذ القرار بالمواجهة فعلينا جميعا أن نكون معه وإلى جانبه ومن خلفه نسانده وندعمه بكل أشكال الدعم. الآن هناك فعل شعبي وهناك اتصالات سياسية والجانب القانوني والجانب الإعلامي، كل هذه المستويات، كل هذه الجوانب مفعلة في ذروة عملها من أجل تحقيق انتصار هذا المعتقل الأخ ماهر الأخرس. طيب هل هناك أي رسالة؟ الله تعالى. نعم أسف، هل هناك أي رسالة وصلت من الاحتلال؟ يعني أنا سألت عن الدعم الفلسطيني وهو واسع للأسير الأخرس، وأنت قلت حتى لا يستفرد به الاحتلال، هل هناك أي رسالة وصلت من الاحتلال؟ ماذا يريد؟ إلى ماذا يخطط؟ بالتالي الرجل اليوم 76 هو مضرب عن الطعام ووضعه الصحي صعب. الاحتلال يحاول أن يناور، يحاول أن يقلل من قيمة الإنجاز الذي يمكن أن يحققه المعتقل ماهر الأخرس. ولذلك هو يناور، هو يحاول أن يسوف، يحاول أن يماطل، يعرض مثلا الإفراج عنه بعد انتهاء مدة الأربع شهور الحالية، الحكم الإداري الحالي لمدة أربع شهور. الاحتلال يعرض الآن عبر المحامين، عبر النيابة العسكرية، أنه يتم الإفراج عنه بعد انتهاء هذه الفترة الأربعة أشهر. القرار هو قرار الأخ ماهر الأخرس. ماهر رفض هذا الأمر رفضا باتا وقال إنه لن يقبل به وإنه يريد أن يخرج إلى بيته. قبل ذلك كان هناك قرار ما يسمى بالمحكمة العليا أصدرت قرار بإنه الأخ ماهر، يعني تجميد الاعتقال الإداري للأخ ماهر وأن يبقى في المستشفى. أيضا الأخ ماهر رفض هذا القرار وأصر على الاستمرار في إضرابه واعتبروا القرار هو عند الأخ ماهر. ولذلك الآن مطلب ماهر الأخرس هو العودة إلى بيته، لن ينهي إضرابه قبل أن يكون هناك ضمان بالتزامن بين إعلان إنهاء الإضراب وعودته إلى بيته. ولذلك هذا هو السقف الذي يطالب به ماهر، ونحن جميعا كقوى فلسطينية وكشعب فلسطيني ومؤسسات رعاية الأسرى والمؤسسات القانونية الفلسطينية، سقف مطالبنا هو سقف مطالب الأخ ماهر الأخرس، لأنه يريد أن يعود إلى بيته لأنه معتقل ظلما. وكل الأسرى في سجون الاحتلال هم أصحاب قضايا عادلة بالمناسبة، لكن ماهر الأخرس لا توجد أي تهمة، لا يوجد أي مبرر لاستمرار اعتقاله إداريا، ولا يوجد أي مبرر لتمديد اعتقاله الإداري مرة تلو الأخرى. ولذلك سقف مطالبنا هو ما يطلب الأخ ماهر، والقرار هو قرار الأخ ماهر. طيب وسؤالي الأخير، ماذا لو لم يستجب أو يرضخ الاحتلال لهذه المطالب الفلسطينية وعلى رأسها مطلب الأسير الأخرس؟
يعني احدى هذه المساله هي قيد التقييم بشكل مستمر وبشكل دائم، ونحن نقول حذاري ان يعني يفرغ صبرنا. والموقف القرار هو قرار الاخ ماهر، لكن اذا استشهد الاخ ماهر لا سمح الله، نحن نتمنى للاخ ماهر السلامه وان يعود الى بيته والى اطفاله والى طفلته تسبيح، ابنته تسبيح التي وجهت لنا جميعا بالامس رساله قالت أنقذوا أبي. نحن نتمنى أن يعود إلى أسرته، لكن لا قدر إذا استشهد الأخ ماهر داخل سجون الاحتلال فسيدفع الاحتلال الثمن. مسؤول إعلام ونأمل ألا تصل على المؤسسات كافة، على كل المعنيين وعلى كل الوسطاء المعنيين باستمرار أن يضغطوا على الاحتلال من أجل أن يستجيب لمطالب الأخ ماهر الآن وليس غدا، لأنه ماهر في حالة صحية حرجة جدا وقد يستشهد في أي لحظة، واستشهاده لن يمر مرور الكرام.